كل رياضي بيمر بالاحوال اللي احنا بنمر بيها حاليا، احوال مش افضل حاجه ومش الطف حاجه للبناء العضلي، خصوصا للمستوى المعيشي اللي كله بيمر بيه. اي حد مسته هذه الاحوال، اي رياضي مسته هذه الاحوال، لازم هيلاقي خلل او هيلاقي ضعف او هيلاقي نوع من انواع الصعوبه في الاستمرار على التدريب والتغذيه المثاليه. هذا الفيديو هيكون بمثابه الفيديو الجزء الثاني لفيديوهين انا كنت عملتهم قبل كده، يعني انا في الفيديو دوت هضم نوعين من المعلومات. فيديو كنت عملته قبل كده عن هل البروتين النباتي ينفع ان انا اعتمد عليه في بناء العضلات ولا لا، فالفيديو دوت بمثابه الجزء الثاني ليه. وفيديو تاني كنت عملته برضو على الاستمرار على التمرين بدون تغذية، ازاي وايه الفوائد اللي اخدها ان انا لما استمر على التدريب بدون تغذية كافية، فالفيديو دوت برضو بمثابة الجزء التاني ليه، لان انا في الفيديو دوت هحاول اجمع لك بين اهم المصادر اللي انا ممكن استمر بيها على التدريب من ناحية التغذية. تاني يعني هنتكلم النهاردة على ازاي استمر على التدريب بدون تغذية كافية، وفي نفس الوقت التغذية اللي مش كافية ديت انا ممكن ادخلها من مصادر نباتيه او البروتين بتاعي مش كافي، ازاي ان انا اكمل احتياجي من البروتين النباتي. ففيديو مهم جدا، خليك معايا بعد الفاصل هنناقش مواضيع مهمه جدا. السلام عليكم ورحمه الله، واهلا بكم في فيديو جديد. طيب الفيديو دوت النهارده مش جاي اكلمك من وجهه نظر الشخصيه ولا جاي اكلمك كلام وخلاص، انا جاي النهارده جايب لك كلام علمي، كلام من الكتب اللي درسناها. تمام، عندنا اول حاجه عايزين نحطها تحت عنوان ازاي اخلي البروتين النباتي يبني عضل، او ازاي استخدم البروتين النباتي في بناء العضلات. كنا قلنا قبل كده ان انا محتاج ان انا اعمل ميكس، ان انا اعمل خلطه بين انواع مختلفه من البروتين، وهذا نظرا لان البروتين النباتي غير كامل الاحماض الامينيه، البروتين النباتي غير كامل الاحماض الامينيه، فانا محتاج ان اعمل ميكس بين انواع مختلفه من البروتين النباتي، او بين اصناف مختلفه من النباتات او من البقول بقى والحاجات اللي زي كده، علشان ان انا اكمل الاحماض الامينيه في جسمي. طب انا لو كملت الاحماض الامينيه في جسمي، هل جسمي هيفرق بين ان البروتين دوت جاي من نبات او جاي من حيوان؟ يعني بالظبط كده ممكن في جسمي يفرق، ودوت اللي هنعرفه بصوره علميه. طبعا قبل ما نخش في الموضوع دوت، هنا بيقول لك ان اغلب النباتات بيكون عندها نقص في نوع او اثنين او ثلاثه من الاحماض الامينيه، فلازم تعمل ميكس علشان انك تكمل الاحماض الامينيه لجسمك. ندخل بعد كده على موضوع بقى، هل جسمي هيفرق بين البروتين اللي داخل دوت لو انا كملت له الاحماض الامينيه، هل جسمي هيفرق بين البروتين اللي داخل دوت اذا كان نباتي ولا حيواني؟ اقول لك ايوه هيفرق، لان في حاجه اسمها الكواليتي اوف بروتين او البروتين كواليتي، جوده البروتين اللي داخل دوت جودته قد ايه، والجوده بتاعت البروتين دي هي اللي بتحدد كام في الميه اللي هيتم امتصاصه من الاحماض الامينيه اللي انت دخلتها. يعني انا دخلت الاحماض الامينيه كامله، خلاص ماشي اتفقنا على كده، اللي جسمك هيمتصه بقى من الاحماض الامينيه دي كام في الميه، ده اللي بيحدده الجوده او الكواليتي بتاعت البروتين. طيب هل البروتين لو جاي من النبات هيختلف جودته عن البروتين لو جاي من الحيوان؟ ايوه هيختلف طبعا. هنا بيقول لك ان الجوده بتاعت البروتين هي الدايجستابيليتي، او قدره الجسم على امتصاص هذه الاحماض الامينيه من البروتين سورس، او من مصدر البروتين اللي انت بتاكله. ففي حاجات عندنا لو بيولوجيكال فاليو، او قيمتها الغذائيه او جودتها رديئه، وفي حاجات عندنا هاي بيولوجيكال فاليو، طبعا اكيد اللي هي الجوده العاليه اللي هي هتكون البروتين الحيواني او الانيمال سورس اوف بروتين. هنا هحط لك دلوقتي صوره بتقول لك ايه الفرق او ايه المقارنه بين الهاي بيولوجيكال فاليو واللو بيولوجيكال فاليو. المقارنه ديت بتساوي جوده البروتين بتاعك بتساوي كميه البروتين اللي انت المفروض تاكلها. يعني انا مثلا محتاج اني ادخل 100 جرام بروتين جسمي، محتاج ان ال 100 جرام بروتين دول يوصلوا للخلايا. طب انا لو اكلت 110 مثلا جرام من البروتين الحيواني، جسمي هياخد ال 100 بتوعه، لان هو نسبه امتصاصه مش 100%. حلو الكلام. طيب لو دخلت نفس ال 110 جرام لكن من بروتين نباتي، بروتين لو بيولوجيكال فاليو، يعني بروتين قليل الجوده او رديء الجوده شويه، هنا جسمي هياخد طبعا على حسب المصدر، جسمي هياخد من 4 لحد 7 من 10 من البروتين دوت. يعني انا لو دخلت 100 جسمي هياخد من 40 ل 70% منه بس. فانا في الحاله ديت لو انا محتاج اصلا ان ادخل ال 100 ادخلهم لحد الخلايا، اوصلهم لحد الخلايا، انا هنا محتاج ان ناكل حوالي 140 او 150 لحد 170 180 من البروتين.
يعني 170 او 180 جرام من البروتين علشان يوصل لجسمي 100 بس، تمام؟ فيعني ديت حاجه لازم تحطها في دماغك وانت لما تيجي تتناول او لما تيجي تحاول ان انت تعتمد او تحاول ان انت تشيفت الفوكس بتاعك على البروتين النباتي بدل البروتين الحيواني. بقى اول حاجه محتاج ان احنا نعمل ميكس بين الانواع البروتين المختلف او انواع الجرينز او الانواع الخضار المختلفه علشان نكمل الامينو اسيد. طيب احنا خلاص هنكمل الامينو اسيد من البروتين النباتي، محتاجين ان احنا ندخل اعلى من الطبيعي او ندخل جرامات اكتر من اللي انا محتاجها لان جسمي هيمتص منها كميه اقل، تمام؟ نيجي بقى على الحاجه الثالثه وهي المشكله بقى ان انت محتاج تدخل كميه اعلى علشان جسمك هيمتص منه كميه اقل، لكن في نفس الوقت تخلي بالك من الكالوريز او من السعرات، لان انت كل ما هتدخل كميه اعلى هتدخل معاها سعرات اكتر، فانت مش معقوله هتروح تدخل 100 جرام بروتين حيواني زي ما هتروح تدخلهم من النباتي. انت في الحيواني علشان تدخل 100 جرام بروتين محتاج تاكل مثلا ايا كان عدد معين من الجرامات في صدور الفراخ او من البيض، لكن لما تيجي تدخله من النباتي هتلاقي نفسك الكالوريز بتضرب في 2 او 3 عشان تدخل نفس الكميه. طب ماذا لو انا بقى محتاج اصلا بدل ال 100 دول انا عايز 100 في جسمي، انا محتاج بقى لا 170 او 180، فانت هتلاقي الكالوريز عندك بتعلى جدا، هتلاقي عندك السعرات عاليه، هتلاقي عندك الكارب انتيك او المصدر النشويات بتاعك بيعلى. خلي بالك ان انت في البروتين الحيواني انت بتاخد بروتين وبقى فيتامينات ومعادن وبس، لكن انت في البروتين النباتي بتاخد بروتين وبتاخد ضعفين او ثلاثه كارب مع كل بروتين انت بتاخده، واخد بالك؟ يعني انت لما بتدخل فاصوليا او لوبيا او بسله او بتعمل ميكس من الحاجات دي كلها، فانت بتدخل بروتين لكن بتدخل معاه كارب عالي ممكن يصل لضعفين او ثلاثه، فتخلي بالك من الكارب انتاج بتاعك، تمام كده؟ اتكلمنا على ثلاث حاجات اساسيه، ان انا لازم اعمل ميكس بين انواع البروتين، وان انا لازم ادخل كميه اعلى من البروتين علشان جسمي هيمتص منه كميه اقل. ثالث حاجة ان انا اخلي بالي من الكالوريز بتاعتي. طب يعني برضو معلش حاجة كده في الكالوريز، اخلي بالي من الكالوريز ازاي؟ بحيث ان انا ما اخدش حاجات، يعني انا كده كده باكل نباتي ما اخليهاش بقى هاي كالوري كمان، يعني طريقة الطهي بتاعت الاكل احاول ان انا اقلل فيها السعرات على قد ما اقدر، احاول ان اقلل فيها السعرات على قد ما اقدر، بحيث ان هو ما يبقاش اصلا السعرات بتاعته عالية وانا محتاج ان انا اخد منه كمية اكتر، وكمان طريقه الطهي بتاعتي بتخلي سعراته اعلى واعلى. لا، احاول ان انا اعمله بطريقه معينه في الاكل ان انا اخلي فيه سعرات قليله على قد ما اقدر، سعرات الحاجه بس على قد ما اقدر، علشان ما تلاقيش الموضوع معاك اتضرب ايه في ارقام عاليه جدا، هتلاقي نفسك بتزيد وانت مش بتحس. احنا هنا مش بنتكلم على البروتين دوت اللي انا محتاجه لبناء العضلات وخلاص، انا هنا بتكلم على البروتين بصوره عامه، على البروتين انتاج بتاعي بصوره عامه. طيب وانا لما اجي اتكلم بصوره عامه، هو البروتين اصلا بيخش في ايه؟ او انا محتاجه في جسمي في ايه غير بناء العضلات؟ لا يا سيدي، انت محتاجه في حاجات كتير. هحط لك دلوقتي صوره من واقع العلم، مش انا اللي جايبها من عندي يعني. الصوره دي بتقول لك ان انت محتاج البروتين بتاعك اول حاجه في تخليق البروتين جوه جسمك، ثاني حاجه محتاجه في اصلاح الاحماض الامينيه بتاع جسمك اللي هي المصل تيشو او الالياف العضليه، ثاني حاجه محتاجه في ان انت تصنع منه الاحماض الامينيه الغير اساسيه. الاحماض الامينيه الغير اساسيه محتاج انت بتصنعها منين؟ من الاحماض الاساسيه اللي انت بتاخدها من الاكل او من البروتين اللي انت بتاكله. ثالث حاجه ان انت بتحول بعض الاحماض الامينيه ديت لاحماض امينيه اخرى جسمك بيستهلكها بصوره اعلى، يعني انت استهلاك جسمك للاحماض الامينيه جوه البروتين، البروتين ده حاجه كبيره جوه احماض امينيه، استهلاك جسمك بقى لمكونات البروتين او للاحماض الامينيه اللي جوه البروتين مختلف، بيحتاج من دوت 10، بيحتاج من ده 5، بيحتاج من ده 2، فجسمك بيعمل شيفتنج او بيحول بعض الاحماض الامينيه من اللي هو مش بيستخدمها كتير للاحماض الامينيه الثانيه اللي هو بيستخدمها كتير، فعشان كده انت محتاج بروتين، وطبعا لو تقدر زي ما قلنا يكون عالي الجوده يكون افضل. برضه هنا عندك بيقول لك انت محتاج بروتين في جسمك عشان يكون عندك نيتروجين بالانس اللي هو توازن النيتروجين في جسمك، طبعا اي خلل في النيتروجين بالانس بتاعك ما هيقدم معاك لمشاكل كتير مش هنتطرق ليها في هذا الفيديو، لو عايز فيديو بالاخص عن النيتروجين جوه الجسم والبالانس بتاعه وعلاقته باكل البروتين والكلام ده كله اكتب لي في التعليقات وان شاء الله نعمل فيديو عن الموضوع ده، لان البروتين هو المكون او الماكرو نيوتريشن الوحيد، المكون الوحيد من الاكل بتاعنا اللي فيه نيتروجين، بقيه العناصر الغذائيه ما فيهاش نيتروجين، البروتين بس هو اللي فيه نيتروجين، فانت محتاجه عشان جسمك يعمل توازن في النيتروجين جوه الجسم، كمان محتاجه علشان بتستخدمه في الانرجي طبعا لو او في انتاج الطاقه، يعني طبعا لو ايه انت ماشي على العجز الجامد من السعرات او في اي حاجه حصلت في جسمك خلل في الطاقه
جسمك في ساعات بيلجأ لاستخدام البروتين دوت لتخليق الطاقة في عملية بتسمى الجلايكونيوجينيسيس. المهم عملية جسمك بيحول فيها الأحماض الأمينية لكربوهيدرات وفات فات أسيد أو اللي هو فري فاتي أسيد يعني اللي هو أحماض دهنية، وبعد كده بيستخدمهم دول في إنتاج الطاقة. فجسمك بيلف لفة كده، طبعا اللفة ديت بتحرق منك سعرات أكتر فبتخلي جسمك يستهلك بروتين اكتر. لو انت زي ما بقول لك بالاخص عامل عجز كبير في السعرات، هحط لك دلوقتي صوره تتكلم عن النيجاتيف انرجي بالانس او توازن الطاقه السلبي. تمام، هو ان انت لو عامل عجز كبير في السعرات جسمك بيتجه لاستخدام الاحماض الامينيه في عمليه تصنيع او تخليق الطاقه او اللي هو اعاده استخدام اي تي بي. طيب والاحماض الامينيه ديت جسمك هل بياخدها من الاكل بس؟ لا، ده انت ممكن لو عامل عجز كبير من السعرات ومش مدخل احتياجك الكافي كمان من البروتين، جسمك يروح للعضلات بتاعتك يهدمها وياخد الاحماض الامينيه اللي فيها لتحولها لاحماض دهنيه او لجزيئات كربوهيدرات اللي هي الجلايكوجين واستخدمه في بناء الطاقه. يعني انت جسمك ممكن يستخدم البروتين اللي انت بتدخله من الاكل والبروتين اللي هو بياخده من العضلات وبيكسر عضلاته وياخده عشان يستخدمه في تخليق الطاقه او ان جسمك يكون فيه طاقه. فنخلي بالنا من موضوع الانرجي بالانس او موضوع توازن الطاقه وتوازن السعرات الحراريه، لازم نركز في الموضوع دوت علشان ما تبقاش بتصرف بروتين على الفاضي او بتصرف حاجات انت جسمك يهتم يعني جسمك دي حاجات غاليه عليه. البروتين هي الاحماض الامينيه اللي بتبني الجسم، هي الحاجات اللي بتبني الجسم، فدي حاجه غاليه عليه ما تخلوش يستخدمها في اعاده استهلاك طاقه او اعاده تخليق اي تي بي وحاجات زي كده. اهتم شويه بموضوع البالانس في الدايت بتاعك. تمام، برضو ده مش موضوعنا، يبقى نتكلم عنه في فيديو تاني او في حاجه منفصله. اكتب لي في التعليقات لو انت حابب الموضوع دوت نعمل عنه فيديو. يعني كده هنلخص الدنيا اللي احنا قلناها. احنا قلنا اربع نقاط لحد دلوقتي. اول حاجه محتاج ان احنا نعمل ميكس في البروتين النباتي عشان نكمل الاحماض الامينيه. تاني حاجه بعد ما كملنا الاحماض الامينيه محتاجين نفوكس او نبص كويس على النوع بتاع الاحماض الامينيه اللي دخلناها الجسم، لان الجسم لو انت مدخل له لو بيولوجيكال فاليو او احماض امينيه قليله الجوده فانت محتاج منها كميه اكبر. ثالث حاجه ان انا لو هدخل احماض امينيه من البروتين النباتي او هدخل بروتين يعني من البروتين النباتي فخلي بالي من السعرات بتاعته واحاول ان انا اعمله بطريقه ما في الطهي ما تعليش سعراته زياده عن اللزوم. رابع حاجه ان انا مش محتاج البروتين فقط لبناء العضلات، لان انا محتاجه لعمليات حيويه كتير وتوازن نيتروجين في الجسم واستخدامه للطاقه وحاجات مختلفه وكثيره جدا. فلازم ان انا اهتم بالبروتين انتيك بتاعي او كميه البروتين اللي انا المفروض ادخلها جسمي. بعد كده هنتكلم عن الريكومنديشن للبروتين انتيك او ايه اللي بينصح باستخدامه او بالكميه المناسبه للبروتين اللي انا اخدها. في العموم مش بتكلم عن الرياضيين هنا، انا بتكلم في العموم، انت محتاج 8/10 لكل كيلو. يعني انا مثلا 100 كيلو فانا محتاج 80 جرام بروتين وخلاص، دوت في المعتاد. تمام، لكن مش هو دوت الافضل، دوت اقل حاجه، ده المينيمم. طيب اخر حاجه هنا، اخر حاجه واخر نقطه عايزين نتكلم عليها وهو التريننج بروتين ريسيرشز، ابحاث جديده عن البروتين. الابحاث ديت يعني بتصد بعض الميسز او بعض الخرافات حوالين البروتين، ان انا لو اكلت بروتين الكلى بتاعتي هتبوظ، الكبد بتاعي هيبوظ، حاجات زي كده. انا عايز اقول لك ان انت لو انت شخص طبيعي ما عندكش اي مشاكل في اي حاجه، كل ومعاك لحد 2 جرام و2 من 10 لكل كيلو. يعني انا لو 100 كيلو بدل ما اخد 80 جرام معايا لحد 220 جرام بروتين، واخد بالك في الرينج قد ايه؟ انت كشخص عادي او كشخص طبيعي او كشخص رياضي بقالك سنه سنتين بتتمرن، الموضوع هيقع في النص. معاك مثلا المتوسط 1.6، معايا لحد 160 جرام بروتين، ده المعدل النورمال، المعدل الكويس بتاعك. لكن انا بتكلم ان انت معاك لحد 2.2 دوت في السيف سايد او دوت في المرحله الامنه كمان، يعني انت ممكن تعلى فوق كده. لكن ما قراتش ابحاث عن الموضوع دوت، انت ممكن تعلى لحد 3 جرام بروتين لكل كيلو، لكن ما انصحش طبعا بحاجه زي كده. لكن انا هنا بحاول اوريك او احاول اعرفك ان الابحاث بتقول ان انت مفيش مشاكل عليك لو اخدت كميه بروتين عاليه، لو انت اصلا ما عندكش اي مشاكل لا في كلى ولا في كبد ولا في اي حاجه من الحاجات ديت. وكمان خصوصا لو انت شخص بتتمرن، لان انت لو انت شخص بتتمرن فانت جسمك اوريدي بيستهلك هذا الكم من البروتين. يعني احنا ممكن نقول في مشاكل على واحد بياكل البروتين دوت وقاعد، فجسمك يعني بيحرق البروتين وبيحاول ان هو فاهم يحاول يستخدمه، بس انت مش عامل اصلا تخليق للبروتين او الحاجات اللي الجسم بيستخدم فيها البروتين
انت مقلل منها عنصر او اثنين، اللي هو تخليق البروتين لبناء العضلات او اعاده استخدام البروتين في احماض امينيه ثانيه جسمك بيستهلكها اكتر عند بناء العضلات او عند التدريب بشده. طب انا يعني دوت هو اللي ممكن اقع عليه مشكله لو واحد ايه ما بيتمرنش، لكن لو واحد بيتمرن فانت اوريدي كل العناصر اللي جسمك بيستخدم فيها البروتين العناصر دي كلها متوفره عندك، فانت جسمك محتاج كميه بروتين اعلى. فلو انت بتتمرن ما تقلقش خالص من موضوع البروتين انتاج بتاعك، بالعكس حاول تزوده شويه زوده شويه، خصوصا لو انت بتاخد بروتين نباتي. تمام، حاول تزود البروتين انتاج بتاعك شويه لان جسمك هيهضم ويستخدم ويمتص منه كميه اقل. تمام، اتمنى ان انا اكون فدتك في الفيديو دوت، واتمنى انت تكون استفدت فعلا وطلعت بمعلومه قيمه. احنا كده اتكلمنا عن خمس حاجات في الفيديو دوت. اول حاجه محتاجين ان احنا نعمل ميكس في المكونات بتاعتنا لما نيجي ناكل بروتين من البروتين النباتي. تاني حاجه محتاجين ان احنا يكون البروتين بتاعنا هاي بيولوجيكال فاليو او ليه قيمه غذائيه عاليه. طب لا ده لو لو يبقى انا محتاج ان ادخل كميه اكبر عشان جسمي يمتص منه كميه اقل. تالت حاجه خلي بالك من السعرات وانت بتعمل او بتدخل بروتين اكتر من البروتين النباتي. رابع حاجه ايه الحاجات اللي الجسم بيستخدم فيها البروتين، مش موضوع بناء عضلات وخلاص، لا ده موضوع كبير واتكلمنا عنه بالتفصيل. اخر حاجه ان الميسز او الخرافات اللي حوالين استخدام البروتين ومشاكله بالكبد ومشاكله بالكلى والاثار الجانبيه بتاعت استهلاك البروتين كتير والكلام ده كله، دي كلها يا جماعه خرافات فاضيه لو انت شخص ما عندكش اي مشاكل. وبالاضافه كمان لو انت شخص بتتمرن لا فالموضوع معاك مختلف جدا، دوس يا باشا، لكن خلي بالك من صحتك لو انت عندك حاجه من المشاكل في الكلى او في الكبد، لو انت عندك ضغط، لو انت عندك مثلا حاجه في الدم، خلي بالك من الحاجات دي كلها لو محتاج ان انت تدخل كميه بروتين اعلى. اتمنى ان تكون استمتعت واستفدت بالفيديو، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اكتبوا لنا تحت في التعليقات اي حاجه محتاجين تعرفوها عن يعني المواضيع ديت، اي حاجه محتاجين تعرفوها عن التدريبات اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله هنعمل فيديوهات مخصصه ليكم انتوا، فيديوهات انتوا اللي تختاروا ان احنا نعملها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما توفيق الا بالله، عليه توكلت والي انيب. السلام عليكم.